زواجك مبارك إن شاء الله، وأوصيك إن شاء الله بعد ما تأخذ عروستك للبيت بتصلي ركعتين سن الزواج، وبعدين بتصلي 8 ركعات قيام الليل. 8 ركعات قيام الليل، وبعد ما تصلي 8 ركعات قيام الليل بتقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران من أجل الحفظ من أعين الحاسدين، وبعدين تقرأ سورة النساء مشان تعرف أحكام يعني ما هي الواجبة عليك نحو زوجتك، وبعدين تقرأ سورة المائدة مشان صباحية العرس. بيصير وقت التهجد بتصلي 12 ركعة من التهجد، وبتنزل على صلاة الفجر في جماعة وبتنوي الصيام. Thank you.